أستاذ عبده شيل السفرة وهات لي القهوة في الليفنج روم. حاضر يا فندم. الله، ده مش لسه راجع من المدرسة؟ ده أنا فاكرة رجع وأكل وقعد في أوضته. لا يا ماما. يا حبيبي إيه اللي أخرك كده؟ كنت مستني حد يرجعني من المدرسة يا ماما. طب ماما هنطلع لو هي نكمل مذاكرة وهنبقى يعني أي حاجة. هنطلع يعني هنطلع. لا لا يا مشمش، عشان تتغدى يا حبيبي. ماليش نفس. سالم غانم ان شاء الله. افتكر كويس تدي الرغيف للكلب، اوعى تاكله انت زي كل مره. ما تخافيش يا سكسكه، انا واكل كويس قبل ما اروح. اوعى تخنصر من الفلوس يا عبده، حاجه ما انا عارفاه ده فلوس يتام. ايه ده، هو صاحب الفيلا مات؟ لا يا اخويا، مش صاحب الفيلا اللي مات، ولادي اللي ابوهم مات، ولادي اللي يتامى يا عبده. الله يرحمه. حقنتين كولاجين من جوزك يظبطوا لي الحتتين دول يا حياتي. يلا يا بطه، يلا يا بطه، بقالك ساعه قدام المرايه وترجعي تقولي ان احنا اتاخرنا. ده الفرق اللي بيني وبينك، انا مش عارفه ازاي بتقدري تخرجي وانتي مش مظبطه 100%. تعالي بصي في المرايه وشوفي الفرق اللي بيني وبينك ومين الاخت الاكبر فينا. اللي تشوفيه يا بطه، المهم ان احنا نروح في ميعادنا. اوه، انا مش عارفه انتي اختي ازاي طالعه لمين. لبابا اكيد. مش حقيقي، ابوكي وابويا كان بيحب الجمال ودليل ان اختار ماما يتجوزها. اوه، بقولك ايه، خلي جوزك يتصرف ويشيل التكشيره اللي على وشك دي، يحقن يفرد يكوي. فين الروج الزفت بتاعي؟ اتفضل اهو. خالتو هتيجي معايا؟ طيب اتفضلي. عثمان. ايوه صح صح كده، وخليك جنب البوابه، يمكن مش محتاجه. اطمن يا بيه، حط بطنك بطيخه صيف، عثمان هنا موجود. انا برضك رايي فيك كده، صح صح منور، وخليك هنا احنا مخرجين. سلام سلامه سعاده البيت.